النهارده الليله عيد. ليه الليله عيد؟ اولا الاهلي طبعا الداخليه الحقيقه يعني فوز الاهلي منطقي يعني. والاهلي كسبان 4 نتيجه كبيره. بس ليه بقول الليله عيد؟ للاهلاويه، لان هو استمرار للانتصارات. على فكره ده الماتش رقم كام؟ الماتش السادس اعتقد لكولر يحقق في انتصار، 2 المنستيري، 2 في الدوري اللي هو بتاع الاسماعيلي واسوان، ثم الزمالك في السوبر، ثم الماتش ده بتاع الداخليه، الماتش السادس على التوالي. فالجمهور بيشعر بثقه، كل ما بتكسب بيشعر بثقه، كل ما بتكسب بيشعر بثقه، وهكذا. اولا كولر اصر يدير الماتش، احنا امبارح كنا بنقول مش هيدير الماتش، ولغايه الصبح مش هيدير الماتش. صحي من النوم كويس، كلم النادي ابعتوا لي عربيه. الفرقه في السويس، الماتش ده على فكره في استاد السويس الجديد، ابعتوا لي عربيه راحت له الفندق جنب النادي الساعة 1 الظهر، كان موجود في الاستاد هناك او كان موجود في مقر الاقامة بتاعهم هناك، ادى المحاضرة للعيبة. وعلى فكرة ده بيشعر اللعيبة ان المدرب مصر على شغله ومركز وبيضحي وبيهزرش، حرارته عالية شوية، كان اليومين اللي فاتوا عنده دور برد شديد جدا، حس انه كويس الصبح، زرع اداله بقى حقن انتبيوتك وبتاع واشتغل عليه الدكتور ابو عبلة. الراجل صحي الصبح لقى نفسه كويس، قال لك لازم اروح الماتش، مع انه متفق مش هيروح الماتش. فالراجل راح الحقيقه وادار الماتش وكسب الرهان اكتر من ران في الملعب. ليه؟ ما بيلعبكش الدنيا، يعني لما غاب الهاف ديفندر بتاع اليو ديانج ثم السوليه لعب فخري جنب حمدي فتحي مفيش مشكله، واكرم توفيق بيلعب ناحيه اليمين زي ما هو، ولعب ياسر ابراهيم ثيرد باك مكان عبد المنعم، ادي الغيابات، ونزل اسمه قفشه في نص الملعب، ولعب سافيو وينج ليفت، ولعب كريم فؤاد وينج رايت. ده بقى اللي محتاج يعني مننا وقفه. كريم فؤاد يا جماعه اكتشاف كولر ازاي؟ ده كريم فؤاد احنا عارفينه من انبي والمنتخب الاولمبي، يقول لك ايوه، بس اكتشاف كولر في اصراره وجرأته انه يحطه في المكان ده، ثم نكتشف في مهارات فعلا للوينج، يعني السرعات موجوده، احساس التهديف عالي جدا عنده، السيطره على الكوره، التمرير، عينيه، شفت الكوره عملها لشريف ازاي؟ عينيه بيبص ازاي؟ يعني كل مواصفات الوينج الايجابيه والتسديد والاحساس، يعني هو حتى تواجده في الجولين اللي جابهم الثاني والثالث والرابع، بص 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 القطمه دي، بص 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 شريف طبعا عالمي، الخطوتين اللي رجعهم لورا دول زي شادي حسين في الاسماعيلي كده عالمي، وهو كريم بطرف عينه اداها له، ده مواصفات الوينج المثالي. فده اكتشاف من اكتشافات الحقيقه كولر. الجولين اللي جابهم، عندنا الجولين يا جماعه اللي جابهم، هداف ده كريم فؤاد، ده باك رايت او باك ليفت اللي يوديه وينج. فالنهارده استكمال لاصرار الراجل على فكرته ونجاح فكرته. فدي من الحاجات اللي لازم تحسب لكولر. فالنهارده كسب الماتش عن جداره جدا، جايب جولين اول 10 دقائق، دخل فيه جول بعد كده بس فضل مسيطر على الماتش. الشوط الثاني برضه اول 10 دقائق جاب جولين، بقت 4-1، اتعشت وتمام واتقفلت وزي الفل، وعمل تغييراته بهدوء وكسبان الماتش بهدوء، مفيش لود عليه، مفيش مشكله عنده خالص. طبعا وكريم فؤاد بص عامل الشوط الجول الاولاني لشريف، الجول الثاني هو اللي شايط ردت لحمدي فتحي، وجايب الثالث والرابع، وجاب جول واتلغى. فانت بتتكلم في لعيب النهارده الحقيقه كان مثالي، واعتقد افضل لعيب الان في الدوري المصري حتى الان هو كريم فؤاد، لانه مستواه مستقر. بص السيطره على الكوره، يعني بص سحبت اليمين دي وبعدين شاطها بشماله في الجول، وادي الجول الرابع اعتقد، ده الثالث اهو، بوان تاتش على طول في الجول على الارض على يمين حارس المرمى رضا، والجول الرابع وريني كده يا جماعه الجول الرابع بسرعه عشان معايا تليفون مهم. دي قفشه، طبعا قفشه النهارده كان مثالي برده في تمريراته سحريه بصراحه، قفشه لعيب كبير ما فيهاش هزار بصراحه يعني. وادي بص بقى انك تخطف الكوره، وبعد كده طبعا ده قفشه برده، ولا ده قفشه اهو، بص لكريم ما فيش هزار بقى خلاص، ادي الجول الرابع. فالحقيقه كان مثالي جدا.